نرحب بكم اليوم معنا في هذا اللقاء لمراسيم إمضاء عقد إنجاز مركب بتركيماوي الذي يعتبر من أهم المركبات البتروكيماوية في الجزائر وكذلك في تاريخ سوناطراك، فمنذ نشأتها، واليوم هو مناسبة كبيرة بالنسبة لسوناطراك في الذكرى 60 لتأسيس سوناطراك. سوف نمضي على أهم مركب بتركيماوي في تاريخ سوناطراك، والذي يأتي بعد تقريب 45 سنة من إنجاز أول مركب بتروكيماوي في سوناطراك، لو سيبيانكا بسكيدا، لبطاقة إنتاجية ل 130 ألف طن من البولي إيتيلان. اليوم الحمد لله سوف نمضي على هذا العقد، هذا المركب، لإنجاز هذا المركب بسعة 550 ألف طن من البولي بروبيلان. هذا العقد وهذا الإمضاء يأتي بعد عمل شاق ومضني تقريب من سنة 2017، وسوناطراك تعمل من أجل أولاً تحديد معالم هذا المشروع، القيام بكل الدراسات، دراسات الجدوى، دراسات السوق، دراسات الهندسة الدقيقة لهذا المشروع، وكذلك اختيار التكنولوجيات المستعملة فيها لإنتاج البولي بروبيلان. لننتهي في سنة 2018 بإنشاء الشركة التي تقوم بإنجاز هذا المشروع والبحث عن تمويل هذا المشروع. من سنة 2018 إلى يومنا هذا الحمد لله قمنا بخطوات كبيرة، فأنهينا جميع الدراسات الهندسية وكذلك اقتناء التكنولوجيات المستعملة فيها لهذا المشروع، وهي من أهم التكنولوجيات في الميدان البتروكيماوي، حيث اعتمدنا على تكنولوجيات EOP وليندل بازل. واليوم الحمد لله وفقنا الله عز وجل للشروع في إنجاز هذا المشروع عن طريق إنجاز إمضاء عقد البناء الإمداد والهندسة مع مجمع معروف، مجمع عالمي ذو صيت عالمي، هو بيتروفاك والشركة الصينية HQC اللي هي فرع من فروع شركة سينوباك الصينية. وكذلك تمكننا من تجميع الأموال الأساسية للقيام بهذا المشروع، 30% عن طريق أموال سوناطراك و 70% من هذه الأموال من شركة بيانا، من بنك بيانا.